حضور هام خاصة من البلدان الإفريقية ومن اليابان، وهو يعني تيكات 8 تخص العلاقة بين اليابان وإفريقيا خاصة على المستوى التنموي. سجلنا حضور 20 رئيس دولة ورئيس حكومة ووزير أول، وزراء خارجية، وزراء تجارة، وكذلك سفراء ممثلين لبلدانهم، ثم عدد هام من المنظمات الإقليمية والدولية خاصة المالية، نذكر بالخصوص البنك الدولي، بالطبع ما ننساوش حضور منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، المفوضية الإفريقية، الصندوق الإنمائي للتنمية البنود، كذلك رئيس البنك الإفريقي، واللي هو معناها هام بالنسبة لتونس لأنه نريد أن ندعم التعاون المالي بين إفريقيا واليابان. كل هذا الحضور الرسمي وكذلك على مستوى المنظمات سيعطي زخم كبير لهذه الندوة، باعتبار أنه سيتناولون تحديات ما بعد كوفيد والأجوبة لمسائل التنمية في القارة الإفريقية.